طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام. لم تكد فرحة فريق الثامن من آذار تصل إلى قرعته، ولم يكد يشرب نخبة تحالفه مع الولايات المتحدة والدول الكبرى حتى انقلبت الأمور رأسا على عقب، وذلك للأسباب الموضوعية الآتية. أولا، استوعبت الدول الكبرى التي لا حليف لها سوى مصالحها أن مطالبة المعارضة بإسقاط الحكومة هي دعوة لتعزيز الاستقرار والخروج من الفراغ وليس العكس. ثانيا، إن حكومة ميقاتي لم تؤمن للاستقرار الأمني في الداخل، وتركت لبنان ينزلق تحت راية النأي بالنفس إلى مهالك الأزمة السورية. ثالثا، فهم السفراء العرب والأجانب من الرئيس السنيورة أن لا مكان للفراغ في الدستور اللبناني، وأن المطالبة بحكومة حيادية تؤشر إلى حرص المعارضة على تطبيق حقيقي لسياسة النأي بالنفس، وعلى حرص هذا الفريق على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة. أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط أن ليس السراي الحكومي من قتل وسام الحسن بل النظام السوري، وقال: اتهمنا بشار الأسد في 2005 ولا نزال نتهمه، هو يغتال بلد بأسره، فهل لا يغتال وسام الحسن؟ جملاط في حديث تلفزيوني رأى أنه بدل أن تقوم قوى 14 من آذار بمهاجمة السراي الحكومي كان عليها أن تعتصم أمام السفارة السورية، مشيرا إلى أنه يدعم حكومة وحدة وطنية. جملاط أعلن أن الرئيس سعد الحريري طلب منه خلال اتصال هاتفي الاستقالة من الحكومة، ولكنه رفض كي لا يقع البلد في الفراغ، كاشفا أن الاتصال لم يخلو من التوتر. جملاط أكد أن البلد كله مستهدف وليس الطائفة السنية وحدها، لافتا إلى أن لا أحدا يحكم البلد منفردا حتى ولو كان حزب الله. الرئيس سعد الحريري سارع إلى الرد على جملاط عبر موقع تويتر بالقول: وليد جملاط يقول إنني قلت إن وسام الحسن هو شهيد السنة، هذا كذب، ومن قالها هو حليفه الميقاتي، فوسام الحسن هو شهيد لبنان. وأضاف الحريري: على كل حال يا وليد بيك الله يسامحك، الاستقرار بمفهومك أن تبقى ضمن التحالف السوري الإيراني، فمبروك عليك يا بيك. وتابع الحريري: وسام الحسن هو شهيد لبنان وشهيد الدولة، وشركاؤك في الحكومة هم من حرضوا عليه وخونوه كما خونوا رفيق الحريري. وختم بالقول: لن أسكت من بعد اليوم على مين ما كان. لقاء بين رئيس السنيورة وسفراء الأجانب، شرح خلاله السنيورة الموقف من حكومة الميقاتي. تقرير دونيز رحمي فخري. استكمل التحول في مواقف الدول الأجنبية والعربية من التغيير الحكومي، وعكست اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تباعا مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان وسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسفراء الدول الغربية والدول العربية، عكست تطورا في موقف هذه الدول من ربط الاستقرار بالحكومة الحالية وتفهما لموقف 14 أدار، بعدما شرح لهم السنيورة بإسهاب الأسباب التي دفعت 14 أدار للمطالبة باستقالة الحكومة، وهو ما دفع ديريك بلومبلي إلى الحديث عن لقاء مثمر ومفيد ودعم لمشاورات الرئيس سليمان من دون أي إشارة إلى الفراغ أو الخوف على الاستقرار. ونتمنى التوفيق في ذلك، وفوق ذا هي عملية لبنانية، وللبنانيين أن يوصلوا إلى الحلول السياسية المناسبة. الرئيس السنيورة شرح بحسب معالمة الام تي في للسفراء وبالوقائع عجز الحكومة الحالية عن تأمين الاستقرار الاقتصادي والأمني، وسألهم كيف تعولون على هذه الحكومة لحماية البلاد وهي التي لم تسلم حتى الآن المتهمين الأربعة إلى المحكمة الدولية، ولم تقم بأي تدبير فعلي في شأن ملف المتفجرات في قضية المملوك السماحة شعبان. وذكر السنيور للسفراء أن استاتيكو القائم لا يعني أن الوضع لا يذهب إلى الانزلاق الخطير، وكل من يدعم هذه الحكومة يساهم بهذا الانزلاق. الدستور واضح شديد الوضوح، ليس هناك من فراغ على الإطلاق في هذا الشأن، وتستطيع أن تقوم الحكومة بكل الأعمال ضمن الحدود المعقودة التي تستدعي القيام بهذه الأعمال، بما فيها أنه في هناك سابقة أحدى الحكومات تصريف الأعمال أعلنت حالة طوارئ في لبنان. ما بدكم تقعدوا مع الفريق الآخر للاتفاق على شكل الحكومة؟ الحكومة معروف بالدستور بتتألف،
وما صار في هناك سوابق انه صار في اتفاق على حكومه والحكومه بعدها موجوده. تستقيل الحكومه ويمارس فخامه الرئيس دوره في الدعوه الى 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 المشاورات، وبالتالي يصار الى يعني انتقاء احد الاشخاص يتولى تاليف الحكومه. طب اذا لم يرضى الفريق الاخر بهذا الطرح، طب هذا الموضوع يعني نحن الان الذين نتعرض للقتل. في كلامه عكس السنيور العائد من جدة بعد لقاء مع الرئيس سعد الحريري تصميم 14 أذار على المضي في معركة إسقاط الحكومة، وأكد أن 14 أذار موحدة في مواقفها، كاشفا أن مقاطعة الجلسات النيابية والاجتماعات لن تشمل اللجنة المصغرة التي تعمل على قانون الانتخاب. تحت عنوان أن الحكومة الحالية أصبحت عاجزة على حماية البلد وعلى تأمين الاستقرار فيه، تقترح 14 أدار حكومة حيادية من أعضاء ورئيس غير مرشحين للانتخابات النيابية على أن تعتمد إعلان بعبدة كبيان وزاري لها. لا مشكلة في الأسماء بحسب أوساط الرئيس فؤاد السنيورة، وتتحدث الأوساط أن هناك الكثير من الأسماء التي تتمتع بصفة الحيادية لترأس الحكومة، أما الرهان فهو على رئيس الجمهورية ونجاح مشاوراته للتوصل إلى هكذا حكومة. شارك الرئيس السوري بشار الأسد صباح الجمعة في صلاة عيد الأضحى في أحد مساجد العاصمة السورية، حيث كان التلفزيون السوري ينقل وقائع صلاة العيد مباشرة على الهواء، وكان الأسد في مقدمة المصلين، وبعدما انتهى من أداء الصلاة وقبل بدء الخطبة بدا مبتسما وهو يحادث الجالسين إلى جنبه. علمت صحيفة الرأي الكويتية أن دبلوماسيين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية عقدوا لقاءات واتصالات مع نظرائهم في العواصم المعنية بالشأن اللبناني، اعتبروا في خلالها أن حكومة نجيب ميقاتي لم تعد قادرة على المساهمة في تأمين الاستقرار وأصبحت جزءا من الأزمة، مشددين على ضرورة رحيلها. ونقلت الرأي عن مسؤولين أمريكيين أن لا خوف على استقرار لبنان الذي يكفله حاليا رئيس الدولة ميشيل سليمان، وأنه حتى لو رحل ميقاتي بإمكان سليمان لعب دور صمام الأمان حتى الوصول إلى تشكيل حكومة بديلة. بحثت سفيرة الولايات المتحدة مورا كونلي مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري الوضع السياسي والأمني في لبنان والأحداث في المنطقة في أعقاب اغتيال اللواء الحسن. كونلي جددت إدانة الاغتيال وجميع محاولات استخدامه كأداة سياسية. تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بلبنان مستقل وسيد ومستقر. إن الاتفاق على طريق للسير قدما يعود إلى الأطراف اللبنانيين، وأنه لأمر أساسي أن يتم ذلك من خلال مسار سياسي سلمي. يجب المحافظة على استمرارية المؤسسات والعمل الحكومي من أجل ضمان الاستقرار والأمن والعدل في لبنان، وسوف نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتعزيز الدولة اللبنانية كما استقلال سيادة لبنان واستقراره. بعد وصوله إلى بيروت بناء على طلب من الحكومة اللبنانية لتقديم المساعدة في التحقيق باغتيال اللواء وسام الحسن، عاين وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مكان وقوع التفجير في الأشرفية وسط تدابير أمنية مشددة، حيث منع أي أحد من الدخول إلى الموقع. وكان الوفد التقى بعد ظهر الخميس النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي في مكتبه في قصر العدل. هذا وعلمت صحيفة الجمهورية أن وفد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI حدد المكان الذي يحتمل أنه استخدم للضغط على آلة التحكم بالعبوة، مرجحا أن يكون للجهة ساحة ساسين ومن داخل سيارة. ولفتت المعلومات إلى أن هذا الأمر يبقى ضمن الاحتمالات الواردة في حال ثبت بأن الجريمة لم تنفذ بواسطة انتحاري، الأمر الذي يستدعي عدة زيارات للفريق إلى مسرح الجريمة في خلال الأيام المقبلة. وقع إشكال بين المعتصمين في ساحة رياض الصلح وشرطة مجلس النواب عند محاولة أحد الشبان إنزال عدد من الإطارات لتدعيم إحدى الخيام. قيادة شرطة المجلس أصدرت لاحقا بيانا أكدت فيه أن لا علاقة للشرطة بأي حادث من هذا النوع. كنا واقفين هناك وعم جيب الخيم، كانوا طايرين وعم جيب الدوليب لحط على الخيم. هجم علي شرطة مجلس تبع نبيه بري، قالوا لي لميه الدوليب، قلت له أنا عم ركب فيهم خيم. فجأة هجموا علي، ركضت أنا لهونيك سحبت الكرسي عليهم، سحبوني ونزلوني لتحت. قبل ما أوصل على المطرح وين ضربونا من هون لتحت كعب بوريد بإجريهم يخبطونا. اللي صار اليوم منه مقبول، يعني ذكرونا
بأيام النضال بين الـ 94 والـ 2005، يعني وبين الـ 90 والـ 2005 تقصدوا بالمباشر يضربوني عصا على وجهي، انه هيدا الاسلوب ما بيأثر معنا. نحن واجهناكم كثير بين الـ 90 والـ 2005، لا العصيان تبعكم قدروا علينا، ولا كعاب البواريد تبعكم قدروا علينا، ولا قتلكم لقلنا قدروا علينا، ولا في شيء فيكم تعملوه رح يقدر علينا. ونطالب المناشد اللواء ريفي يتدخل يضبط هيك اشخاص، لانه بي 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 بيغيروا النمط اللي احنا عم ندافع عنه، النمط اللي احنا قدمنا شهداء ندافع عن بدله قوى الامن الداخلي والجيش. نصر ايضا معهم على ابقاء هذا الطابع السلمي، مثل ما انكم شايفين الطرقات كلها مفتوحه، ما في ولا اي ازعاج عم بيسببوها الشباب لأي لوسط بيروت التجاري أو لشرطة المجلس أو للقوى الأمن الداخلي. ولاحقا أصدرت المنظمات الشبابية والطلابية في قوى 14 من آذار بيانا استنكرت فيه بشدة هذا الاعتداء غير المبرر، وشددت على سلمية اعتصامها البعيد كل البعد عن أي عنف وضيعة إياه برسم رئيس مجلس النواب نبيه بري. بدعوة من المجتمع المدني نظمت مسيرة صامتة من ساحة الشهداء باتجاه ساحة ساسين بعنوان من أجل جورجيت ساركيسيان وجنى كمال الدين وجميع الذين قتلوا ويقتلون والذين جرحوا ويجرحون بسبب الصراعات الطائفية والسياسية في بيروت وطرابلس وكل لبنان. وقد لبس المشاركون الأبيض وحملوا الأعلام اللبنانية واللافتات الداعية إلى نبذ العنف. في طرابلس مخيم المعارضة مقابل منزل رئيس ميقات يتوسع، والمعتصمون يؤكدون مضيهم في حركتهم حتى إسقاط الحكومة. لم تنجح الأمطار الغزيرة التي هطلت على طرابلس منذ فجر الخميس في ثني المعتصمين في محيط منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن مهمتهم، فالمخيم الذي اتسعت رقعته في الساعات الأخيرة تحول مع تساقط الأمطار إلى مستنقع عائم، إلا أن هذا الأمر كشف نية المعتصمين بالبقاء مكانهم مهما طال الوقت، إذ بدأوا بتدعيم المخيم لمواجهة فصل الشتاء، ما ينذر بمواجهة طويلة الأمد. قدرنا اليوم بالكمية الكبيرة من الأمطار اللي نزلت علينا مبدئيا نحن على أتم استعدادية هلأ حاليا لأنه نواجه هيدي الحالة الطبيعية اللي تعرضنا لها. مثل ما نكون شايفين عم نرجع نعلي الأرضيات الخيام. أدعم سياسي متوافر بشدة للمعتصمين، والنائب محمد كبارة انضم إليهم مكررا مطالب المعارضة. نطلب من رب العالمين أنه يهدينا ويهدي الرئيس نجيب ميقاتي، بيكون عنده الجرأة ياخذ قرار لينقذ بلده وينقذ وطنه وينقذ طائفته وينقذ مدينته. كلنا بنعرف أنه الوضع صعب، وبنعرف أنه عليه ضغوط كبيرة، وخاصة من عائلة بشار الأسد، العائلة المجرمة السفاحة. نعرف أنه ضغطين على، ولكن الرئيس ميقاتي اليوم وهو عم يؤدي مناسك الحاج مفروض يكون إيمانه قوي برب العالمين. ويؤكد المنظمون أن نجلي اللواء الشهيد وسام الحسن سينضمان إلى الاعتصام يوم الأحد، حيث سيقام مجلس عزاء طيلة فترة بعد الظهر. كل المؤشرات تدل على أن الرئيس نجيب ميقاتي متمسك بموقعه داخل السراي الحكومي. في المقابل يبدو أن هذا الاعتصام الطرابلسي مستمر حتى استسلام أحد الفريقين. من مخيم المعارضة في طرابلس، هيثم خواند، MTV. بعد الإعلان، سوريا وهدنة العيد. ادعاء القاضي سميح الحاج على مجهولين في محاولة اغتيال عماد عون يثير استغراب كثيرين. تقرير جوني تانوس. بعد نحو شهر على محاولة اغتيال العماد ميشيل عون في صيدا، أخرج القاضي سميح الحاج النائب العام الاستئنافي في الجنوب من جيبه قرارا بالادعاء على مجهولين، مطلقا جملة تساؤلات، خصوصا أن القرار صدر بعد يومين فقط على اغتيال اللواء وسام الحسن. هذا الادعاء على مجهولين يتناقض بشكل كبير مع التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات، تحديدا مع صاحب سيارة BMW التي من المفترض أنها أصيبت، وهو الناشط في التيار الوطني الحر نديم كنعان.
وفي هذه التحقيقات التي تؤكد عدم حصول محاولة اغتيال، يقول كنعان ردا على سؤال عن حصول إطلاق نار في صيدا في الطريق من جزين أو إليها: مطلقا لم يحدث أي شيء من هذا القبيل في صيدا أو في مكان آخر خلال تلك المهمة. وعلى سؤال آخر عن هوية العارفين بأن الجيب تعرض لإطلاق نار قبل 4 أشهر في الملول في طرابلس، أجاب كنعان: معظم رفاقي في العمل في شركة سيدم علموا بالحادثة التي تعرضت لها على جسر الملولة وأنا في طريقي إلى عكار. ويتابع كنعان: أبلغت المدعو كميل عبود الذي كان طلب مني الحصول على مفاتيح سيارتي، أبلغته بعد عرض صور الجيب على وسائل الإعلام أن معظم معارفي على علم بأن هذه الإصابة هي قديمة العهد، فأجابني بأنه لا علاقة لي بذلك وأن أحدا لا يسألني أو يستدعيني لأي تحقيق حول هذا الموضوع. وعليه وبعد الاستماع إلى إفادات عدد من أصدقاء صاحب الجيب، جزمت شعبة المعلومات أن جيب كنعان تعرض لإطلاق نار قبل مرور موكب عون في صيدا ب4 أشهر ولم تحصل أي محاولة اغتيال. تأكدوا من خلال داتا الاتصالات بأنه نديم كنعان فعلا بهذا التوقيت اللي قال أنه كان بالملولة من خلال أجهزة من خلال السيلولر تبعه، يعني عم بياخد من شبكة الملولة، وبنفس الوقت اللي قال أنه أصيبت سيارته كان في أحداث تجري في منطقة الملولة. هلا اليوم طبعا أنا بصراحة عتبي مش على العماد ميشيل عون، العماد ميشيل عون بيطلع بيقول لحتى يستفيد منها هيدي بالسياسة، ولكن على القاضي. إما أن يكون كنعان وكل من حقق معه من رفاقه يكذبون، وأما من قال أنه سمع إطلاق نار في صيدا كاذب. يتابع حبيش مشددا على ضرورة كشف الحقيقة. أكيد هذا القاضي تعرض لضغوطات من وزير العدل لحتى يمشي بهكذا تحقيق ويرجع يغطي العماد ميشيل عون اللي كان هو تراجع عن إفادته ولزقها بمحطة LBC أنه هن اللي قالوا أنه احنا تعرضنا موكب. أنا ما قلت أنه تعرض موكب لإطلاق نار. العماد عون مرارا بيقول أنه ما عنده ثقة بفرع المعلومات وبالتحقيقات اللي بيقوم فيه. طب يا سيدي ما عنده ثقة بفرع المعلومات وما عنده ثقة بصاحب العلاقة اللي كان طالع معه بالمواكبة. يجب على التفتيش القضائي أنه يوضع يده بأسرع وقت على هذا الملف ويشوف كيف نيابة عامة تهمل تحقيقات بكاملها وتستند إلى إفادة شاهد يمكن أن يكون شاهد زور يقول أنه أنا سمعت إطلاق نار. ويشير حبيش أخيرا إلى أنه من حق العماد عون ربما استثمار هذه الرواية، لكن الإيحاء بأن ثمة من حاول اغتياله في صيدا مع كل ما تعنيه المدينة سياسيا ووطنيا فهذا يهدد السلم الأهلي. تعرضت إخراج قرى وادي الحور وقشلق وحكر جنين والعبودية إلى رشقات من أسلحة ثقيلة مصدرها أحد المواقع العسكرية السورية في تلة الدبوسية عند الجانب السوري للحدود. في سياق متصل أقدم عدد من أبناء قرية تل أندى في سهل عكار على قطع الطريق الدولية بين لبنان وسوريا بالإطارات المشتعلة احتجاجا على خطف أحد أبناء القرية في سوريا من قبل السلطات السورية، وقد طلب الأهالي المعنيين بالعمل على إطلاق سراح ابنهم وإلا سيبقون على الطريق مقفلة. في سوريا وبعدما أعلن النظام والمعارضون التزامهم بوقف النار، تعرضت ضواحي دمشق لقصف صاروخي من قبل الجيش السوري. عشية عيد الأضحى في سوريا الكل يترقب وقف العمليات العسكرية وإطلاق النار، أما المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي فينتظر النتائج للبناء عليها في حال كانت إيجابية، كذلك المنظمات الإنسانية. الجيش السوري أعلن وقف العمليات العسكرية خلال العيد في حين احتفظ بحق الرد في حال عززت قوات المعارضة مواقعها أو استقدمت تعزيزات. يقول البيان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك: تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن وقف العمليات العسكرية على أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من صباح يوم الجمعة 26 من الشهر الجاري لغاية يوم الاثنين 29 من هذا الشهر. الجيش الحر أيضا أعلن التزامه بالهدنة مع الاحتفاظ بحق الرد. وعشية العيد الاشتباكات والقصف يتصاعدان وتدك مدينة حرستة في ريف دمشق والبلدات المحيطة، في حين سيطر مقاتلون معارضون على حاجز القوات النظامية في شمال البلاد وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ودخل المقاتلون المعارضون إلى حي الأشرفية في حلب، وأفاد مراسل فرانس بريس أن اشتباكات تدور في حي السريان ذات الغالبية المسيحية. إلى ذلك تستمر الاشتباكات في إدلب
في محيط معسكر وادي الضيف القريب من مدينة معرة النعمان. من جهة أخرى عثر على جثة الكاهن فادي الحداد مذبوحة في منطقة في ريف دمشق بعدما خطفه مسلحون مجهولون قبل أيام. وفادي الحداد هو كاهن كنيسة مارلياس للروم الأرثوذكس في مدينة قتنة في ريف دمشق. في غضون ذلك دعت 9 منظمات من بينها مؤسسة سمير قصير أن يشمل العفو العام الذي أعلنه الأسد كل الناشطين السلميين المعتقلين في السجون السورية. في الأمم المتحدة أعلنت القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي العضو في لجنة للتحقيق حول سوريا أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تحدث بالتأكيد، فيما أعلن رئيس اللجنة باولو بينيرو أن اللجنة طلبت من الرئيس السوري بشار الأسد استقبالها في دمشق. من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أنه ونظيره السويسري يتفقان على أن لا حل للأزمة السورية غير الحل السياسي عبر إنهاء العنف والشروع بالحوار. إلى ذلك اتهمت موسكو الولايات المتحدة بأنها تنسق وتؤمن مساعدة لوجستية لتزويد المعارضة السورية بالأسلحة. إلى الزميلة ساندرين جبرة وآخر أخبار الرياضة. مرحبا ساندرين. هاي ماجد. شو الأخبار الرياضية اليوم؟ اليوم الأخبار الأبرزية التنس في ماسترز السيدات بإسطنبول وأيضا في بطولات للرجال عم تجرى رح نحكي عنها وبعض الأخبار الأخرى. بالتنس وتحديدا بطولة الماسترز اللي عم تجرى بإسطنبول واللي بتضم أفضل 8 لاعبات بالعالم، فازت الصينية لي نام بارح على الألمانية أنجليك كيربر بنتيجة 6-4 و6-3، وعلى الصينية هلأ أنه تفوز بمباراتها الأخيرة أمام المصنفة أولى فيكتوريا أزارينكا لتأمن تأهلها للدور نصف النهائي. من جهة تانية تغلبت الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة تالتة على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 6-4 و6-4 وتأهلت بذلك ويليامز إلى نصف نهائي المجموعة الحمراء. أما بالمجموعة البيضاء فحققت الإيطالية سارة إيراني فوز الأول على حساب الأسترالية سامانتا ستوسر 6-3 6-2 و6-0 وبتواجه إيراني بالمباراة المقبلة البولندية أنياسكا رادفانسكا وبتتأهل الفايزة منهم إلى دور نصف النهائي لتلحق بالروسية ماريا شارابوفا يلي أمنت تأهلها. أيضا بالتنس إنما ببطولة فالنسيا المفتوحة للرجال البالغة إيمي جوايزها حوالي 1.5 مليون يورو تأهل الأوكراني ألكسندر دورغوبولوف إلى دور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه على جيل ميلر بنتيجة 6-4 و6-4. دورغوبولوف رح يواجه بربع نهائي الإسباني مارسيل غلانوريرس يلي أخرج بالدور الثاني الفرنسي جيل سيمون بواقع 6-7 6-3 و6-2. أيضاً تأهل إلى الربع النهائي المصنف أول بالبطولة الإسباني دافيد فيرير يلي تغلب بالدور الثاني على مواطنه ألبرت راموس بسهولة بنتيجة 6-4 و6-2. فيرير بيواجه بالربع النهائي الإسباني نيكولاس ألماغرو. بكرة القدم وتحديداً المرحلة الثالثة للدور الأول من مسابقة اليوروبا ليج انتزع امبارح ليفربول فوز ثمين من المتصدر السابق للمجموعة الأولى أنجي مهشاكالا 1-0 لينفرد ليفربول بالمركز الأول برصيد 6 نقاط. أما بالمجموعة الثانية فتغلب حامل اللقب أتلتيكو مدريد على أكاديميكا 2-1 ليحقق فوزه الثالث على التوالي. بدوره فريق نيوكاسل واصل مشواره الناجح بالمجموعة الرابعة وفاز على بروج بهدف نظيف. أعلن النجم الأسترالي كيسي ستونر مسبقاً تقاعده من بطولة العالم لسباقات الدرجات النارية عن فئة الموتو جي بي بنهاية الموسم يلي أوشك على الانتهاء. تكريماً لبطل العالم قرر المسؤولين عن حلبة فيليب آيلند يلي بتستضيفها الويك أند جران بري أستراليا إطلاق اسم منعطف ستونر على المنعطف الثالث من الحلبة يلي بتبلغ طولها 4 كيلومترات و454 متر لينضم إلى مجموعة الأستراليين يلي أطلقت أسماءهم على أجزاء من الحلبة. ستونر صرح بأنه رح يعطي أفضل ما عنده بهالسباق على الرغم من أنه ما عاد بوسعه الدفاع عن لقبه العالمي نظراً إلى النتائج اللي حققها بالمراحل السابقة. إشارة أنه خولخي رولينزو بيتصدر الترتيب العام للبطولة متقدم ب 23 نقطة على مواطنه الإسباني داني بيتروزا. هيدا أبرز أخبارنا الرياضية لهلأ ماجد برجع لك. مرسي ساندرين. إلى الأحوال الجوية مع ميشيلا. مرحبا، اليوم نهار فرصة لكتار منكم ولكل يلي عم يسألوا كيف رح تكون الأجواء اليوم منقلكم الأجواء المتقلبة رح تكفي معنا لبكرة الصبح. واليوم نهارنا غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار وعواصف رعدية متقطعة وانخفاض بدرجة الحرارة.
اتجاه الرياح بعد جنوبي غربي، الحراره عم تسجل اقصاها على الساحل 28 درجه، على المرتفعات بتتراوح بين 14 و25، اما بالداخل فبتتراوح درجه الحراره بين 24 و25 درجه. رطوبة عالية على الساحل، هو خفيف لمتوسط السرعة، البحر معتدل والجو مثل ما ذكرنا غائم مع تساقط أمطار متقطعة وعواصف رعدية. كيف الطقس اليوم ببعض المناطق وضع اللبنانية؟ منشوف سوا بهالجولة من الجو يلي منبلشها من منطقة شدرة مع 25 درجة، 24 ببشمزين، تنورين 17 درجة، 25 بالدوار، كمان بالباروك، صيدا وصور 26 درجة، ومثل ما عم تشوفوا الجو ممطر بكل المناطق اللبنانية. مننتقل لعيتانيت مع 23 درجة، 24 بالنبي أيلة، والختام بيكون بحور تعلى وبالقع مع 25 درجة. كيف يكفي طقسنا باليوم اللي جاي؟ اليوم الجمعة مثل ما قلنا الجو ممطر، الحرارة بتوصل أقصاها ل 28 درجة، بنشوف انفراجات بالويك أند، حرارة بتستقر على 28 درجة، ونهار التاني بترتفع ل 29 مع جو غائم جزئيا. من بعد جولتنا على طقس لبنان بنختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم وتفاصيل أكثر عن طقس الأيام الباقية من الأسبوع بنشرتنا الجاية. عيد أضحى مبارك مشاهدينا، تابعونا عبر MTV لبنان يوزر موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. إلى الملتقى بألف خير.